سلام عليكم. صراحة يا جماعة كنت ناوي أنزل هذا المقطع شورت نفس المقارنة اللي سويتها ما بين كينيكي وإيرين، لكن شفت إنه الموضوع قاعد يتشعب لأكثر من نقطة وأخذت أكثر من دقيقة، فقلت يعني لازم أسوي لها مقطع كامل أفضل عشان أعطيهم حقهم. هذا غير شخصية ساكورا بصراحة تستاهل مقطع الواحد يتكلم عليها، كون إنه هي أخذت ثالث أشهر شخصية في ناروتو في التصويت اللي صار، وعشان كمان نثير الجدل أكثر خلينا نقارنها مع شخصية ميكاسا زي ما قلت لكم أول. فخلونا بسم الله نبدأ الحلقة، إنه ما شاء الله أتوقع إنها مرة حتطول. من أكثر الحاجات اللي أنا ملاحظها في نقاش الأنميات يا جماعة، يوم يتكلموا بخصوص شخصية مزعجة أو شخصية ما لها فايدة دائما بشوفهم بيطرحوا موضوع ساكورا بشكل مرة كبير، مع أني بصراحة أشوف شخصية ساكورا يعني عفى عنها الزمن، وصارت فيه شخصيات يعني في أنميات مرة مشهورة بتجيك بشكل أزعج أو بتطفش أكثر ويمكن تكرهك بالأنمي، زي مثلا خلينا نقول شخصية ميكاسا. هذا الشيء بصراحة راح يخليني أسأل. طبص أبوكي وين مطلق الفور؟ إيش هذه، بلعت بيكاتشو ولاش؟ زي ما قلت لكم يا جماعة بصراحة أنا ملاحظ إنه في كثيرين مستبعدين سافة ميكاسا على الرغم إنه هي شخصية مرة مزعجة، أو لو تلاحظوا البعض بيخاف مرة يتكلم أو يجيب سيرتها بطريقة جدا سلبية. بس ليش؟ خلونا نرتب الموضوع وتدريجيا راح نوصل للإجابات اللي حنبغاها ونحاول نشوف إذا هل حرفيا في تناقض عند الناس ولا لا. فخلونا نبتدي الموضوع بأنه حنتكلم عن شخصية ساكورا. أولا شخصية ساكورا في بداية أنمي ناروتو كان أكثر حاجة بتهمها اللي هي حياتها الاجتماعية، يعني بتهمها الأناقة والموضة وشعرها كيف يكون طويل وتكون يعني بنت مرة جميلة ما بين الطلاب الثانيين ومن هذا الكلام، عشان كذا مرة ما كانت تهتم بناروتو وكانت تعامله بشكل مرة سيء لو تلاحظوا من البداية، حتى هذا الشيء عصب من ساسكي يوم تكلمت عليه بأسلوب جدا سيء. لأنه لو تلاحظوا شخصية ناروتو حياته الاجتماعية طفولية، البني آدم بيلعب طيرة مع أصحاب كونوهامارو واللي هم مرة أصغر منه، بيقضي وقت معاهم لأنهم الوحيدين اللي بيعطوه وجه، هذا غير أنه هو مرة مشاغب لو تذكر كان يلون وجوه الهوكاجين بالبوية، عشان كذا شخصية ساكورا مرة ما كانت تطيقه لأنه كان مناقض جدا لحياته الاجتماعية، هذا غير طموحها وهدفها في الحياة، ولو تذكر لما شخصية كاكاشي سألت تيم 7 عن إيش طموحكم حيكون في المستقبل، كل من شخصية ناروتو وساسكي جاوب بشكل جدا منطقي وطموحات وأهداف فعالة تتطلب اجتهاد مكثف في الحياة، إلا ساكورا ما كان عندها هدف أو طموح، كانت تتفرج على ساسكي بخجل، وبكذا يبين له شخصية ساكورا هي مجرد بنت مراهقة كأنها في مسلسل أنمي رومانسي رخيص مكون من 12 حلقة. طبعا هذه بداية شخصية ساكورا وهي الصفحة الأولى لما تفتح كتاب تاريخها، واللي زي ما انتم شايفين حياة وردية نفس لون شعرها ما لها أي علاقة بالنينجا نهائيا، هذا غير انه هي ناجحه في دراستها لانه حياتها الاجتماعيه تجبرها انها تكون الافضل ما بين طلابها، واللي هي في نظرها كيف ساسكي راح يتفرج علي وانا شخصيه فاشله. طبعا هوس ساكورا بساسكي ما نتج انه هي مثلا بتعرف ساسكي وبعدها احبته، لا، هوسها كان عباره عن تحدي بينها وما بين صحبتها اينو، عاد هي اخذت الموضوع تحدي بالنسبه لها، وهذا من الاساس هو اللي خلاها يطول من شعرها، لانه في اشاعات طلعت انه ساسكي يحب الناس اللي شعورهم طويله، فهي بقدر المستطاع تحاول تسوي اي حاجه ترضي فيها ساسكي عشان تفوز بالتحدي بينها وبين اينو. يعني زي ما قلت لكم الوضع عباره عن انمي رومانسي رخيص مكون من 12 حلقه، وهذا اللي قاعد يصير حاليا في حياه ساكورا، مو زي كانها في الوسيط الاجتماعي حقت عالم النينجا اللي اصلا مبني عليه يعني عالم ناروتو. بعد ما تكلمنا عن بدايه ساكورا في انمي ناروتو واللي زي ما قلت لكم كانت بدايه مثيره للشفقه، ما بترمز لأي من عالم ناروتو حق الشونين حق النينجا بأي حاجة، لكن الحين ننتقل لشخصية ساكورا واللي اتخذت خطوة جدا جريئة واللي هو درب النينجا. ايوه البنت احترمت نفسها وقالت انه انا في عالم شونين حقت نينجا فلازم اخذ اول خطوه من خطوات اني انا ابى اكون يعني ذات فائده بالفريق حقي، وهو كان بدايه ما قص شعرها خاصه لما شافت انه هي ما بتعطي الفريق اي حاجه، وشافت انه ناروتو وساسكي هم اللي بيسووا كل اللي عليهم وهي بس وراهم خايفه وهم اللي قاعدين يحموها، ودائما المعتقد الياباني يقول لك انه الشخص لما يقص شعره هذا معناها انه هو تغير بشكل كبير عن شخصيته الاولى، فشخصيه ساكورا تغيرت من نقاط كثيره عن شخصيتها الاولى الرديئه والرخيصه. أول حاجة إنه هي وقفت التحدي اللي ما بينها وما بين صاحبتها إينو عن مين بيفوز بقلب وحب ساسكي أول، ولو ترجعوا الأحداث لما تقاتل ساسكي وقارا شخصية إينو لما كانت تهتم ساسكي وكانت يعني تغيظ ساكورا على هذا الشيء، شخصية ساكورا قالت لها حاول توقف في هذا الموضوع لأن أنا خلاص انتهيت منه، تقصد من كلامه إنه هي خلاص وقفت التحدي اللي ما بينها وما بين إينو بخصوص مين اللي يكسب ساسكي، وإنه هذا الموضوع يعني عبارة عن لعب أطفال وأنت لعبين ما بينك وما بين نفسك. ثاني حاجة ما تبى تكون الشخصية اللي ناروتو وساسكي يحموها، لا هي تبى تكون
تكون تقاتل ما بينهم وكل واحد يحمي ظهر الثاني. وثالث حاجة حبها ساسكي لما هي خاضت معاه مغامرات وعرفت عن ساسكي أكثر وعن ماضي أكثر، هي بدأت تحبه كشخص، يعني هي تعرف عنه مو كشخص حلو تبى تتحدى صحباتها عليه عن مين حيفوز بحبه أول. فزي ما قلت لكم هذه الثلاث حاجات اللي شخصية ساكورا اختلفت فيها عن شخصيتها الماضية، من شخصية ذات حياة اجتماعية ما بترمز لأي من عالم النينجا بصلة إلى شخصية اتخذت أول درب في حياتها للنينجا. بعد أن ننتقل للخطوة الأهم والأكبر في شخصية حياة ساكورا، وهو بأنه يكون لها هدف وطموح في حياتها عكس الشخصيتين اللي هي كانت فيها، الحين عندها خطوة أكبر بأنه هي تبي تكون ذات مكانة أكبر من الخطوتين اللي هي كانت فيها. بس السؤال اللي يطرح نفسه وش هو هذا الطموح بالضبط؟ لما شخصية ساسكي هرب من القرية على أساس يروح عند شخصية أورتشيمارو، شخصية ساكورا قررت إن هي تلحق وراه عشان ترجعه للقرية بعد ما شخصية ناروتو هو وأصحابه فشلوا في هذه المهمة. لكن بعدين لما ناروتو عرف قال خلينا أخاويك ونروح نساعده مع بعض، وشافت إنه طول المغامرة اللي هم كانوا يسووها بأن هم يعني يجيبوا ساسكي ثاني، هو ناروتو اللي كان يأكل العافية من أول. لو تذكروا مرة شخصية ناروتو تدمج وقتها، فشخصية ساكورا استوعبت بأنه هذا المغامرة التحارية إذا كانت من أول خطوات المغامرة كذا حيصل لهم، فإيش حيكون لما هي بتقابل ساسكي مع أورتشيمارو. فقامت بعدها رجعت عند القرية وتقابلت مع شخصية سونادي عشان تكون الأقوى. ومن هي شخصية ساكورا صار عندها هدف وطموح بحياتها من أول ما تدربت على يد شخصية سونادي. أول حاجة إنه هي تبي تكون شخصية قوية، مو الشخصية اللي أصحابها هم اللي يدافعوا عليها عشانها ضعيفة، لا هي تبي تقاتل معاهم وكل واحد يحمي ظهر الثاني. والشيء الثاني والأهم في شخصية ساكورا إنه هي تبي تكون أعظم نينجا طبية في كونوها، شخصية حرفية صحيت على نفسها وبدأت تمشي في طريق صعب في سبيل إنها تحقق هدف صعب. حتى أثبت لكم عن قديش هي صحت نفسها لما شخصية ناروتو قال لها خلينا نروح ناقش شخصية ساسكي لأنه هو لقى طريقة. لكن لا، هنا يوريك الاختلاف حق شخصية ساكورا واللي الناس كلهم اتهموها بأنه هي مهووسة. لو كانت مهووسة كانت حرفيا قالت خلينا يلا نروح ننقذ ساسكي ونسيب الشغل هذا لأنه مرة ما حيفيدني، لكن لا فكرت بطموحها وحلمها اللي حيساعد جدا كثيرين في القصة. وبعد مرور كم سنة وأخيرا شفنا التغيير الملحوظ لشخصية ساكورا، من شخصية بدأت تهتم بحياتها الاجتماعية بالموضة والأناقة وتتحدى صحباتها عن مين راح يفوز بقلب ساسكي وكأنها بطلة رخيصة في انمي رومانسي رخيص، إلى شخصية أخذت أول خطوة جريئة بعالم النينجا وصحيت على نفسها في العالم الوردي اللي كانت فيه في أول خطوة، إلى شخصية تطمح أنها تكون أقوى وأفضل نينجا طبية في كانوها. وبعد مرور السنين وأخيرا شفنا هذا التغيير، صارت بتعالج مرضى كثير ولا ننسى المصابين في حرب النينجا كانت تعالجهم بالآلاف، وصارت جدا قوية ووقفت أخيرا بجنب ناروتو وساسكي وكل واحد صار يحمي ظهر الثاني مو هم الاثنين اللي يحموها من الموت. وفي النهاية وختم قصتها تزوجت من الشخص اللي هي تحبه وخلفت بنتها واللي هي سردة وعاشت حياة سعيدة كأم وكزوجة. هذا غير انها اكتسبت اسلوب تسونادا بالمراهنات وصارت افضل منها بمليون مرة، يعني حرفيا قاعد يثبت لك انها تطورت 180 درجة عن حياتها الاولى وبالتدريج لحد ما وصلت للقمة. بعد ما خلاص اتكلمت على شخصية ساكورا وإن شاء الله يكون كفيت ووفيت في حقها بخصوص هذا الشيء، الحين نجي على قول الأجانب للمليون دولار كويشن واللي هو سؤال المليون دولار، وهو ليش شخصية ساكورا مكروهة بشكل مرة كبير. أنا عارف الترتيب أثبت عكس هذا الشيء تماما، لكن أنا أتكلم بشكل عام لما أنتوا تروحوا تعليقات لما هم يذكروا لكم أسوأ شخصيات مزعجة دائما بتلاقي ساكورا ما بتخلو من هذا القوائم، على الرغم إنه أنا زي ما قلت لكم في شخصيات أسوأ منها وهي شخصية خلاص يعني عفى عنها الزمن، وصار في شخصيات أسوأ منها بكثير بتجي وأزعج بمليار مرة، لكن كالعادة بيسبوهم كلهم وبيجوا عن شخصية ساكورا بالذات. واللي الواحد بيتساءل ليش هذا الحقد، لأنه واضح إنه الموضوع مو بس كره، في حقد في الموضوع. طبعا بحثت على الموضوع في التواصل الاجتماعي مرة كثير وتعمقت في أكثر من نقاش في انمي ناروتو وتوصلت لأسباب حقد الناس على شخصية ساكورا واللي أنا بصراحة أشوفها غير منطقية وفيها تناقض جدا كبير واللي هي للأسف قلبت الطاولة على شخصية ساكورا. وأول سبب من أسباب حقد الناس على شخصية ساكورا هو بأنها ما تزوجت شخصية ناروتو. شنو اكيد تعرف انه في كثيرين مره مشبكين شخصيه ناروتو مع ساكورا لانه معتبروا ابطال مسلسل، وبانه نهائيا شخصيه ناروتو ما حيكون مع شخصيه هيناتا لانه شخصيه هيناتا شخصيه ثانويه بعيده نهائيا عن منظور ناروتو. هذا غير انه الضربه الكبرى واللي اعطى امل للناس بشكل مره كبير هو لما جت ام ناروتو ماتت وقالت لناروتو قبل ما تموت اتزوج واحده زيي. وعاد كلكم تعرف انه ام ناروتو مره مشابهه لصفات شخصيه ساكورا خاصه في موضوع العصبيه واللي كانهم تيبكال ونسخه من بعض. لكن بعدها زي ما انتم عارفين تيجي نظريات ودائما تخلي الناس في تردد عن انه هذا الموضوع بيصير صح ولا غلط. لكن جات الضربه القصوى واللي هي خلاص اكدت على موضوع انه شخصيه ناروتو وساكورا
راح يتزوجوا. وهو لما جاء شخصية ميناتو شاف شخصية ساكورا وشاف انه هي صفاتها نفس صفات زوجته تماما، قال خلاص انا حتركك في رعايته. وبكذا الناس مباشرة على طول قالوا كونفيرم، تأكيد انه شخصية ناروتو وساكورا راح يتزوجوا. خلاص شخصية ميناتو وثق هذا الشيء. مين انت عشان تنكر كلام ميناتو؟ ولا من نظرته واضح انه خلاص الاثنين حيكونوا مع بعض، خاصة نظرة انه هو لما قال لها اتركك في رعايته. فهذا الشيء مره فرح ناس كثيرين، وخلاص ضمن الموضوع انه شخصيه ناروتو وساكورا حيتزوجوا. هذا غير انه اول قبله لشخصيه ساكورا كانت تنفس اصطناعي لشخصيه ناروتو، لكن والطامه الكبرى والشيء اللي جنن بالفانز وهنا انقلبت الطاوله على شخصيه ساكورا لما شافوا انه شخصيه ناروتو اتزوج شخصيه هيناتا، وانه هذا الموضوع كله عباره عن احلام زائفه فقط لا غير. لا 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 وعادة تعرف الكلام اللي حيسمى من بعدها، كيف انت تتزوج شخص عنفي؟ هذا البني آدم كان بيقتلك اكثر من مرة، ناروتو دائما يقعد ينقذك ويحميك اكثر من مرة لدرجة انه هو كان بيموت عشانك، هذا هو جزاؤه، جزاء انه هو كان يحميك من اول انه انت تتزوجي هذا الشخص اللي عنفك. حسبي الله ونعم الوكيل، اصلا انت ام جبهة، ما كنت اتوقع منك اصلا ان انت عديمة كرامة. حسبي الله ونعم، انا 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 ماشي، انا ما حقدر اكمل. هذا اللي حرفيا مره مزعل ناس كثيرين على شخصيه ساكورا، بانه هذا السيناريو اللي انا قلت لكم عليه واللي مره زاد وقلب طحن بشكل مره كبير في التواصل الاجتماعي يوم عرفوا انه الحسبه هذه. طبعا انا مره عجبتني هذا الحسبه بانه ناروتو مع هيناتا وساسكي مع ساكورا، لكن انا قاعد امثل لهم كيف كان موقف الفانز وكيف حقدوا على شخصيه ساكورا وشافوها شيطان رجيم من بعد الحسبه هذه. طبعا بعد هذا الشيء اللي صار، هذا يجيبها للسبب الثاني، بانه شخصيه ساكورا اتزوجت شخصية ساسكي واللي هو يعنفها. ايش بقى هذه؟ ما عندها كرامة تتزوج واحد كان بيقتلها؟ هنا تعرف تناقض الفانز، واللي بصراحة اشوف انه حقد غير في محله. اول حاجة لو انت تفرجت على الموضوع من كل الاتجاهات، شخصية ساسكي ما كان يعنف بس شخصية ساكورا، كان حرفيا يعنف اي واحد يقابله. اباك تقول لي وش تحس على واحد يقول لك ابا دمر كونوها، بعدها يدخل عند اجتماع الهوكاجيين ويتضارب معاهم ويقلب الطاولة عليهم ويقطع كمان يد الهوكاجي بالاباتراس. ثالثا قتل شخصية دانزو واللي كان راح يكون الهوكاجي حقت كونوها. رابع واهم حاجة انه تقاتل مع شخصية ناروتو على حياة وموت، حرفيا اتضرب مع شخصية ناروتو بنية القتل، وفي النهاية راح عند قرية كونوها وقاعد يتمشى مع بنته فيها، وكمان اعتبر هو المساعد حقه الهوكاجي واللي هو ناروتو واللي كان يبي يقتله. او كمان نسيت حاجة، كان ناوي يصير الهوكاجي ويسبب ثورة في كونوها بانه هو يقتل كل الهوكاجيين حقت كل القارات. فهنا منطقيا المفروض لو انت تبي تحقد تحقد عليهم كلهم، لانه في النهايه كلهم سامحوا ساسكي على اللي سواه، فجيت سبتهم هذول كلهم وجيت تركز على شخصيه ساكورا، هذا واضح ان انت حاقد. لا لا هذه الامور كلها ما همني، هذه ساكورا عديمه الكرامه، هذه هي بس سيبوكم من هذول كلهم، هذول عادي عادي نسلك لهم واسطات هذول، لكن ساكورا هذه هي يا اخي، هذه ام جبهه، هذه المعنفه، هذه الكريهه. فزي ما انتم شايفين الموضوع عباره عن حقد اعمى فقط لا غير. فالحقد الاساسي شخصيه ساكورا، واللي كثيرين ما يبغوا يوروك هذا الشيء، هو انه فقط شخصيه ساكورا اختارت انها تكون مع ساسكي وما اختارت انها تكون مع ناروتو واللي من اول كان يساعدها ويحميها وكان يموت عشانها. فكيف انت تسيبيه وتتزوج واحد يعنفك على الرغم انه ساسكي عنفهم كلهم؟ هذه بصراحه هي الاجابات اللي طلعت لي بعد ما بحثت في الموضوع مره كثير بخصوص حول كره الناس لشخصيه ساكورا. اسباب ثانيه تعتبر للطقطقه، يعني اي واحد بيطقطق على شخصيه ساكورا عشان ينرفزك، واتوقع انه انا كمان سويت هذا الشيء، يعني ما بطلع منها. ام جبهه. وفي ناس بيكرهوها عشان في ناس كثيرين مره بيكرهوها، يعني لو انت كلمت هذا البنادم قلت له ليش بتكره شخصيه ساكورا، بتلاقيه يعطيك اسباب جدا مفقعه. ليش؟ لانه هو فقط بيكره شخصيه ساكورا لانه مع الخيله شقره. ايوه بما انه الناس كلهم بيكرهوا شخصيه ساكورا لازم انا كمان اكرهها معاهم، ايش يعني احبها لوحدي يعني مثلا ولا ايش؟ وهذا اللي خلى اكثر اليوتيوبر يتكلم عليها بالسلبيه، لانه في نظر الجمهور كلهم هي شخصيه مكروهه، فعشان انا ارضي الجمهور حق اللي يكرهوها لازم اعطيها انه هي تكون شخصيه مكروهه، وان هي واحد من اسوء الشخصيات، وان هي واحد من ازعل الشخصيات. في النهاية هم راح يقولوا صح كلامك على أتفه الأسباب اللي انت بتعطيهم إياها، لأنه أي سبب ضد ساكورا بيطربهم حتى لو انت جيت من راسك. وبكذا يا جماعة اختدت فقرة من ناحية أنا أتكلم مع شخصية ميكاسا، وإن شاء الله يكون أني وفيت بحقها وتكلمت عنها في كل الجوانب وما نسيت أي جانب. الحين ننتقل مباشرة عن شخصية ميكاسا. شخصية ميكاسا بصراحة ما راح أتكلم عليها مرة كثير، لأنه لو تفتح أول صفحة من تاريخها وبعدين تروح عند النص حتلاقيها هي نفسها البنت المهووسة بسلامة إيرين. بصراحة فرحت مرة لما قصت شعرها وتوقعت يعني تغيير جذري نفسه اللي شفته في تغيير شخصية ساكورا، واللي زي ما قلت لكم كانت من بنت اجتماعية ذات حياة وردية وبعدين أخذت خطوة جريئة في عالم النينجا إلى ما هذا الشيء وصلها بأنها تكون أفضل نينجا طبية في كونوها. واللي زي ما قلت لكم هو المعتقد الياباني لما البنت تقص شعرها معناها انه هي تغيرت عن حياتها السابقة، وهذا الشيء انا كنت متوقع مع شخصية ميكاسا.
أنا الله أبو جدك. لكن للأسف تظل نفس الشخصية. لا وأزيدكم من الطين بلة، اكتشفنا أنه هي طلعت عبدة عند إيرين. أنا عارف وأتوقع سامع صوتكم من العدسة بأنه أصلاً إيرين كذب على هذا الموضوع عشان هو يحميها. السالفة مو سالفة أنه إيرين يكذب ولا يقول الصدق، بل أنه كلامه جداً منطقي بعد الهوس اللي إحنا شفناه من بداية الأنمي. فعلى قول أجانب يعني الوضع مرة it makes sense، يعني صار جداً منطقي اللي إحنا قاعدين نشوفه منها. هذا غير أنه إيرين قال لها كوني حرة وانسيني، كأنه يقول لك أنه حبها له مرة مو طبيعي، كأنه مرة تقدر تقول أنه هو حب عبد لسيدو. بس احنا ما حبينا كلمة عبدة، ولو كان في كلمة محترمة اكثر من كذا كنا تقبلناها بصدر الرحب. هذا غير واساس الموضوع انه شخصية ميكاسا ترى ما عندها اي هدف وطموح في الحياة. يعني مثلا حلم ارمن وإيرين هو ان هم يبغوا يشوفوا البحر، هذا البحر وش هو بالضبط، واللي يقولوا عبارة عن كمية كبيرة من الموية. فحلمهم ان هم يبغوا يشوفوا هذا الشيء بعد ما يتحرروا من العمالقة ويتحرروا من الاسوار اللي هم فيها. لكن شخصية ميكاسا ما كانت بتشارك هذا المتعة معاهم، كانت زي ما انتم شايفين تهتم بإيرين، هل إيرين لابس حقه الحفاظة ولا هل انا في احد بيأذيه ولا لا. فعشان كذا لا حد يزعل لما الواحد يقول انها عبده، لانه حرفيا كلام إيرين منطقي حتى لو هو كان كذاب على اساس بس كان بيحميها من الاحداث والهوس اللي احنا قاعدين نشوفه فيها. البنت ما عندها اي هدف في الحياه ولا طموح ولا اي رؤيه مستقبليه، كل رؤيتها المستقبليه هو ان إيرين يكون سليم قدامها. وشخصيه ميكاسا حرفيا وقت معاملتها لإيرين لما كان صغير وكانت يعني تحاول تحميه من هذا الكلام، حرفيا كانت تعامله كانها امه. واللي اسام من نفسه حرفيا قال انه شخصيه إيرين بيشوف ميكاسا كامه، ما هو طبيعي. البنت قاعد تعامله زي كأنه طفل صغير، كل شوية يقول لها أنت لستي أمي. فإيش تتوقعه يعني من نظرة إيرين حيكون اتجاه ميكاسا لو كل شوية بتقعد تحميه زي كذا؟ حتى تذكروا في البدايات لما توقعنا شخصية إيرين مات بسبب العملاق اللي أكله، شخصية ميكاسا حرفيا عيونها كأنها فقدت بريق الأمل والمستقبل اللي حيصير في حياتها، وكأنه خط مستقبلها انقطع قدامها وشافت إنه ما في أي أمل في الحياة من بعد إنه خلاص ما مات إيرين. وأتوقع لو إنه إيرين ما قال لها عيش حياتك ومن هذا الكلام، ما أتوقع أصلا إن شخصية ميكاسا كانت هتعيش، كانت حتكون بنفس الوجه البائس اللي احنا شفناه يوم مات إيرين واللي احنا توقعنا انه مات اول. اجل وش تتوقع من الشخصية حتى وهي ميتة لبست الوشاح حقت إيرين؟ وهذا يثبت لك انه كل تفكيرها حتى يوم تزوجت وجابت عيال هو إيرين، وطول وقتها جالسة في قبره بتبكي بدون هدف او طموح او غاية الواحد يعيش فيها. ولو إيرين ما قال لها غايته بانها تعيش قبل ما يموت، كانت حرفيا اختارت الموت. اجل بتعيش لاي هدف او لاي طموح بانها تفرش بسطة مع زوجها وولدها عند قبر إيرين؟ واضح انه تزوجها خاق عليها وهي حزينة على موت إيرين، زي اغلب الفانز اللي يقولوا انها كيوت يوم يكون إيرين بعيد عنها. هل انت شخص بتفكر زي المختل عقليا؟ ترى من جد يوم انتقدت اسلوب إيرين اتجاه ميكاسا قالوا عايدل انه هذا الشيء راح يخليها تظهر وجهها الحزين والكيوت. هل انت شخص بتفكر زي المختل عقليا؟ شخصيه قويه ومن عائله الاكرمن، وهي محبوبه عشان هذول الشيئين، وهذول حسنتانها الوحيدتين في الانمي، واللي كثير يذكروا هذول الشيئين عشان بمحاولات مثيره للشفقه يحسسك باهميتها في القصه، وهي مع الاسف شخصيه فارغه تماما من كتبت بطريقه صح بالانمي. على الرغم انه شخصيتها مسروده بطريقه جدا ضعيفه، الا انه في ناس حرفيا بيحبوها لانهم مره متخرفنين عليها، وفي النهايه يقعد يلوموا لك ساكورا على اساس انها متخرفنه من ساسكي. شخصيه حرفيا الواحد يخاف ينتقدها لانها محبوبه بشكل اعمى، فيحطوا كل كرههم على شخصيه ساكورا. على الرغم انه شخصيه ساكورا صار عندها هدف وطموح في الحياه بانها تكون اعظم نينجا طبيه في كونوها، وهي حققت هذا الشيء، لكن لا بالنسبه لهم تظل الاسوء لانها صارت سلعه رخيصه مكارتها في وسط الانمي انها تنشتم فقط لا غير بدون اي سبب، ويعطوك اسباب جدا ضعيفة لكرههم لها عشان الناس يقولوا ما شاء الله انك انت فاهم وانك على حق، وهم كذا ولا كذا راح يمشوا وراك لانها شخصية ساكورا في النهاية. ده حتى الهدف الطموح حق شخصية ميكاسا وانه هي تكون بجانب الشخص اللي تحبه واللي هو إيرين، في النهاية هي فشلت في هذا الشيء. ويا ابو زيد كانك اصلا ما سعيت، يعني كل شيء شفناه من هذا الشخصية من بداية الانمي هو عبارة عن صياح، ويا ريت انه هذا الصياح افادها في النهاية اللي هو ما تحقق ولا صار لها اي مغزى منه. حرفيا كل حياتها كانت عبارة عن نبح باسم إيرين. من يوم ما لف طوق الكلب هذا اللي حولها، شخصيه بيقولوا بانها اقوى من ليفاي عشان يكون لها مكانه افضل في نظر محبينها، لانه مميزاتها الوحيده هي بانها مزيه بتكون بعيده من إيرين، وبانها من عائله الاكرمن، وبانها قويه، فلازم نخليها اقوى من ليفاي عشان يكون حبك لها منطقي باي طريقه. اللحظه الوحيده اللي حسيت فيها انه شخصيه ميكاسا بشريه طبيعيه هي يوم حزنت على شخصيه ساشا وكانت قاعده تبكي على قبرها. ما ادري يعني المفروض واحد يموت عشان هي تكون شخصيه طبيعيه ونتعاطف معاها ولا ايش السالفه؟ لو تلاحظوا معطين لشخصيه ميكاسا الواسطه لاي حاجه
سيئة هي بتسويها. يعني مثلا لو يجيك واحد ويقول لك والله شخصية ساكورا يا أخي هذه مرة مزعجة، وقمت أنت قلت له طب شخصية ميكاسا وين راحت؟ شخصية ميكاسا ترى مرة مزعجة. بيقول لك بعدين إنه مرة عادي ويشوف إنه إزعاجها مرة طرب، ويوم تمشي ورا إيرن كأنه طفل صغير بيقول لك عادي أتمنى ميكاسا كمان تلحق وراي زي إيرن. ويوم قتلت حتى إيرن والكل وقف مع خطته في إبادة الكل في مصلحة حماية شعبه وقامت سوت هذا الشيء المقرف، هذا برضو بيقول لك إنه عادي وإنه أتمنى إنه ميكاسا كمان تقتلني وإنها تمسك راسه وتحضنه. هذا غار إن هم متخرفين من شخصية توبي عشانها نفس مؤدية صوت ميكاسا. وعاد شوف الخرفة المقرف اللي موجودة في التعليقات. وصلوا المستوى من الخرفنة لو شخصية ساكورا شافته راح تصح في الزاوية. أصبر أصبر، في حاجة أنا مرة نسيتها وكنت من أول أذكرها، واللي هو هذا القرف اللي أنا شفته واللي فيه كثيرين بشكل مقرف يدافعوا عليه ويقول لك إنها لحظة جميلة في إنمي سوداوي. ما شاء الله الحين هذا لحظة جميلة، لكن لما صار نفس الشيء في إنمي سكول دايز قلت وش هذا القرف، وش هذا الاختلال العقلي، وش هذا المرض، وش هذا من الكلام هذا. زي ما قلت لكم الوضع وسطات مرة شخصية ميكاسا، نفس الأسلوب صار في إنمي سكول دايز. أصلاً إنمي سكول دايز اتعنف بشكل مرة سيء عشان هذا اللقطة، ولما صارت في إنمي هجوم العمالقة يقول لك عادي ما في مشكلة الوضع وسطات زي ما قلت لكم. لا وعلى فكرة أنا أشوف إنه هذا منطقية أكثر، لأنه هذول الاثنين أصلاً هم يحبوا بعض بشكل مرة كبير. هذه آخر مرة تبي تعطيه شفة قام حبيب القلب تفاداها فقامت قطعت راسه عشان ما يقعد يتفاداها ثاني. أيوة يا حبيبي لازم أخذ الضمانية بأن أنا أقطع راسك عشان ما تتفادى الشفة حقي مرة ثانية. بعدين تعال تعال يا أبو لحظة جميلة في إنمي سوداوي، ترى ما عندك أي مشكلة لو أنت كنت إنمي سوداوي وسويت لحظة رومانسية جدا طبيعية. ترى خذ لك مثال مثلاً على علاقة جاتس وكاسكا من إنمي بيرسر، من العلاقات اللي مرة جميلة في إنمي سوداوي. ما جاب لك إنه هي قطعت راسه عشان تبوسه ولا سووا أي حاجة مقرفة على أساس إن أقول لك إنها لحظة جميلة في إنمي سوداوي. لا، علاقتهم مرة جميلة ومن أجمل العلاقات اللي شفتها. عندكم ثاني أجمل علاقة واللي هي علاقة كانيكا وطوكا من أنمي طوكيو غول. الأنمي كله سوداوي ودم وقرف ورعب من هذا الكلام، ولما قاموا بعدين طوكا وكانيكا تزوجوا ما قلبوا حقهم العرس الريد ويدنج عشان يقول لك إنه هي لحظة جميلة في أنمي سوداوي. بالعكس، حتى كمان شخصية طوكا قالت أبغى أجرب الكيكة لأنه هذا العرس حقي، وقاعدين يرقصوا ويحتفلوا من هذا الكلام. الوضع جدا طبيعي وحبي. هو الأنمي حقكم هذا المختل واللي علاقته الرومانسية الله. والله حرفيا اني انقرفت، واللي المشكله يقول لك انها لحظه جميله، ايش انت تقربوا لرمزي بولتون ولا ايش السالفه؟ انت بتضحك عليهم من التناقض اللي قاعد تشوفه فيهم لما قاعدين يشتغلوا شخصيه ميكاسا واسطات، لكن هم في نظرهم انهم ما هم قاعدين يشوفوا حاجه بتضحك اصلا. ما هو بالعكس، هم يشوفوا انه انت فيك الاختلال العقلي لانه انت قاعد تقارن شخصيه ميكاسا بهذول العاهات. ما الوم حرفيا اللي يكره هجوم العمالقه بسببها، لانها ناشبه البطل الانمي والحلم حقه والمغامره حقه زي اللبان اللي تنشب يمتتعت عليها برجولك. وبس كذا جماعه، كذا يكون انتهينا من حلقتنا. انا عارف اني قلت ما حطول على سافة شخصية ميكاسا، لكن حبيت انظف كل اللي جوتي واطلعه هنا. لكن اكتبوا راكم في التعليقات عن مين الشخصية الكويسة اللي انت تشوفوها ما بين شخصية ساكورا وميكاسا من بعد الكلام اللي انا قلته. عالعوم هنا يكون انتهينا من حلقتنا. لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات على وصولكم كل جديد، وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة. سلام عليكم.